عيب وعار أن تبلغ أسعار اللحوم الحمراء 2000 دينار جزائري. بهذه العبارة أعاد الوزير الأول ملف اللحوم الحمراء إلى الواجهة. الشعب اليوم تحت مجهر الحكومة، ولكن الأكيد أن تحقيق ذلك لن يتم دون حل الإشكالية الثلاثية: الأعلاف، الضرائب والشحن. الأعلاف التي ارتفعت بنسبة كبيرة والسبب التجاذبات الدولية لتزيد الرسوم المفروضة على استيراد هذه المادة ارتفاعاً بأسعار اللحوم الحمراء، أما إعادة النظر فيها قد تخفض سعر الكيلوغرام الواحد إلى أقل من 1500 دينار حسب مهني والقطاع. الضروات دوال سوسو 30% والتبيع حتى ما ضر، لكن ينحوهم ينقص السعر تقريبا 50% باسكو ديريكت ما راهو سي البري دو لا برودكسيون اللي كان يسوى مثل 200 ألف يسوى 130 140 سيتو في الخارج. سي هما هذم لي زريمون يسون كوتي على بورس، دونك لا بورس تطلع وتعرف. مي كوم يعني الحاله الوضعيه تاع اليوم كاين الحرب في اوكرانيا ومع الروس، هما لي برينسيبو فورنيسور، دونك السلعه شويه طلعت. مي معليش احنا اليوم نقدروا نشروها ونقدروا نخدموا بها، سيرتو كي زادوا نحاو تيفيا مليحه. لا تزال الدوله تقدم دعما للشعب الفلاحيه على غرار بعض الإعفاءات على شعبة الأبقار الحلوب، لكن ضبط أسعار اللحوم الحمراء لن يكون إلا من خلال معالجة كافة الاختلالات التي تعاني منها الشعبة.